والله هي فكرة جميلة، بس هو في أساس، يعني أنت هتعمل فكرة زي كده لازم نراعي إن اللي ماشي في الشارع ده فيهم ناس كبار في السن قوي، وممكن يكون مريض سكر، ومريض السكر ده بيبقى يعني ما بيعلمش بيه إلا ربنا، فلازم توفر له الأول يعني في نقط حتى لو بعيدة هو يقدر يمشي ويروح لها، لأن هو مسألة إنه يتبول في الشارع في جميع الظروف عمل غير حضاري. هو ومريض السكر يعني لو احتاج لكده بيدور على أقرب مسجد، على أقرب كافيه، حاجة فيها حمام عشان يقضي حاجته. ده يعني ده الناس اللي هي اللي بتخشى من العملية دي. إنما هي فكرة جميلة جدا إن احنا نعملها عشان الـ 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 القادر ما يعملش كده، يدفع غرامه يتصور وينزل على اليوتيوب وينزل في الاعلام او في الصحافه او في دياله. جميل جدا، لازم الناس كلها تلتزم. هي فكره التبول في الشارع ده غلط تمام، وفكره التصوير برضك ده غلط تمام. تمام. طب نمنع ازاي ان حد يتبول في الشارع؟ والله هو اسلوب خاطئ بيرجع للاسلوب الانسان اللي بيتصرف الوضع ده نفسه، ولكن انت عشان تمنعه تبقى مثلا فكره مثلا انشر اعلانات في الشارع والكلام ده كله. هي فكره كويسه طبعا، بتمنع التصرف دوت، شيء كويس يعني، ممكن بيمنع بردك التصرف دوت. يمكن الواحد بردك في حته الغرامه الماديه ديت بيخلي الانسان بردك بيتصرف بعقليه شويه، بيتحكم في عقله شويه في النقطه دي. انا مع الفكره دي جدا، ويعني العاده دي موجوده عندنا احنا كمصريين كتير قوي هنا في مصر، فيفضل يعني على الاقل يبقى سلوك مش من الناس بس، السلوك ده برضو ممكن ان احنا يعني نوصله حتى في المدارس الاطفال، بحيث العيال الصغير وهو من صغره يعني يطلع يبقى فاهم حاجه زي كده، ان الحاجات دي ليها الاماكن بتاعتها المعينه، ما ينفعش في الشارع. ومتهيألي بره لما بيحصل حاجه زي كده بيكون في اجراء قانوني معاهم، يعني فياريت نطبق حاجه زي كده هنا في مصر. يعني هو احنا ممكن نمنعها بس مش بالطريقه دي، يعني مش ان احنا نصور ونعمل، عشان برضو ربنا قال لك استر فما ينفعش. اوكي، فهي مش بالطريقه دي. ممكن تقدم له ادفايس، ممكن تقدم له نصيحه، ممكن تقدم له حاجه معينه، مش انك او حتى لو انت بتقدم له هو هيتكسف، يعني هو هيتكسف على نفسه انه مش هيعمل حاجه زي دي تاني. موافق ان هي لو حصل حاجه زي كده، لو حد تبول في الشارع او حاجه زي كده، ان هي يدفع غرامه، بس هي تتطبق يعني. طبعا تبقى وسيله للعقاب عشان ما يعملش حاجه زي كده تاني. طبعا فكرة كويسة، والموضوع ده فعلا موضوع صعب جدا ان واحد يبقى ماشي في الشارع يشم ريحة او يشوف المنظر دوت، بتبقى الدنيا مش لذيذة بصراحة يعني. ويا ريت فعلا ده لو في قانون كمان يقدر يعمل يعني يمنع حاجة زي كده بقوة تكون، هتبقى افضل من ان، لان فعلا الظاهرة ديت بقت صعبة جدا ومحتاجين ان احنا نرجع عليها. تمام. لو في غرامة او حاجة ممكن تطبق على الفرد اللي يعمل كده هتبقى حاجة كويسة، عشان فعلا الموضوع بقى اوفر يعني شوية. مثلا احنا مستقين ان احنا نشوف حد بيعمل بيه في الشارع، وان احنا نشوفه بالمنظر ده قدام الناس كلها وهو ما بيتكسفش ان هو بيعمل حاجة زي دي قدامنا، وان الدولة ذات نفسها مش موفرة لنا حاجة زي دي برضو، فالاتنين مع بعض ضد ومع. لا طبعا ضد، لان احنا نفضح حد زي ده لا ضد طبعا. بس ليه وليه اصلا ننزلها على اليوتيوب؟ ايه الهدف من كده غير ان احنا نفضحه بس؟ دي تبقى طريقه، قصدي تبقى طريقه للعقاب ان هو ما يعملش كده تاني لما يشوف نفسه دلوقتي. طب ما ضرر واحد احنا طبعا الحاجه زي دي احنا مضطرين، احنا مش بنعملها بايدينا. واحد مثلا عنده سكر فلازم يعمله، هيعمل ايه؟ ناس كتير قوي لازم تعملها، دي حاجه مش بايدينا، دي اول حاجه. تاني حاجه ذات نفسها حضرتك مش برضو مش هترضى على نفسك ان مثلا انت ممكن تيجي تقف كده برضو تعمل وتنزل، يعني مفيش حد طبعا هيرضى على نفسه كده. هو المفروض يطبقوا يعني يوفروا حمامات للناس عشان ما حدش يعمل حمام في الشارع، لان دي حاجه مش كويسه يعني. طب ده في تبول في الشارع كده كلام برضو، لما يحس انه هيعاقب ما يعملش. ما انا لسه بقول لك الراجل اللي بيعمل كده ممكن يكون عنده سكر. طب ما هي في ست بتبقى كبيره وبتبقى مريضه وعندها سكر لكن لا تجرؤ تعمل كده. طب ليه ما يبقاش زيه زي الست؟ بالعكس الراجل عنده فرصه انه يدور على مسجد زي ما بقول لحضرتك، يدور على كافيه، على حاجه. الفرصه دي مش موجوده عند الست. ولكن ده ما يمنعش ان الدوله بدأت تقف على حيلها وتعمل بقى زي ما بنشوف في بلاد بره كده، تعمل حمامات في ميادين او في نقط قريبه يقدر الواحد يقضي فيها حاجه. هي هتبقى صعبه شويه فكره اليوتيوب، لان دي هتبقى يعني مش هتبقى قانونا حتى هينفع ان فكره ان انا تقدر تصورني وتحطها على اليوتيوب غير موافقتي، فما تهيأليش الموضوع هيبقى سهل يعني. فضيحه طبعا. لا فضيحه طبعا، فضيحه يعني. ولا انا ابقى مكسوف من نفسي مش عايز حد يشوف الفيديو دوت ايه اللي انا عملته دوت، يعني هعيد حساباتي مره تانية يعني. بس يعني مؤخرا يعني الحاجات دي ممكن تجيب
نتيجة إيجابية بس بعد لما بتبقى المشكلة حصلت يعني. فهي يفضل إن هي تتلحق من الأول قبل ما يحصل كل الكلام ده.